شوفوا لو سمعتوا صوت شخير هذا صوت كرم، كرم نايمين. ليش حسكم تحت خير رفاكم؟ المهم انا حطيت لكم بوكس اسئله، يصير كذا تسالوني ونسولف ونسوي معكم ماب. فعاليه مو فعاليه؟ فعاليه. احس اني مستحيه اطالع فيكم. بنات وحشتوني مره مره، اكبر شيء في العالم. احس اني تعودت على حق شو اسمه، ايش اسمه، سهر الدوام ولا لا كيس. المهم انه انا الفتره هذه نومي متلخبط بشكل، تخيل انه انا انام الظهر، حرفيا نومي مره ابدا مو عاجبني. حط هذه اهم شيء، الشباصه هذه اهم. حطيت الاشياء هذه اللي زي كذا انه قال لك عشان تثبت. فببدا اسولف معاكم اليوم، بجاوب على اسئله وبنتكلم وسواليف كل حاجه، لاني اشتقت لكم بشكل. احس يحمس. شوفوا كيف الاسئله، عشان ما حد يقول انت كذابه تسالي سؤال لنفسك، الاثباتات موجوده. طيب اول سؤال عجبني، تقول ليش ما تربي قطوه؟ احس الناس مره قطوه. بس المهم ليش ما اربي قطوه؟ عشان ماما تقول لا، اصلا مو حلو نجيب حيوانات في البيت. امزح صراحه، انا من الناس اللي اعشق يكون في حيوانات في البيت، احسهم يعطوا كذا روح للبيت. كانت عندنا بسه، عمتي كانت عندها بسه، تعرف عمتي روز اللي دايما اصور لكم اياها، خاف تشوف الفيديو حرام. أما انه كانت عندها بسه وماتت، البسه هذه كانت مره يعني شيء اساسي في البيت، كل ما نروح ما نسلم على جدي وعم، لا نروح نسلم على البس اول شيء، مع ان البسه كانت تكرهنا يعني، بس اتس اوكي. المهم question number 2، انا ليش دمشت الكونسيلر وانا ابغاه ينشف؟ فل ثبات. في البدايه اسال اسئله عشان انا كنت مستحيه، فهمتوا؟ بس شويه كذا حصير يصير الوضع طبيعي جدا. طيب هذه تقول هل اول ثانوي صعبه ولا لا؟ انا من جد ادخل اولى ثانوي اقسم بالله، تعرف الشعور اللي كاني بدخل الجامعه، هذا هو يعني داخل اولى ثانوي يعني. ما كنت متحمس لشيء غير اني البس مريول ازرق، ما كنت متحمس لشيء. طب ليه ما تحمست مثلا للكتب، الاشياء، المواد، الترام؟ لا انا بس اتحمست اني البس مريول ازرق. مليون ايش كم انا اشتر، كان بامكاني انقل، بس والله انه هذا السبب التافه اللي خلاني يعني شوي احد من الاسباب ان انا اجلس عشان المريول يكون ازرق. قل لك ايش بصراحه يعني، للان انا اشوف المريول الازرق حق الثانوي مره فخم. نصيحه طبقتيها وفادتك؟ اوكي هذه ما تعتبر نصيحه انه انا شفتها من مكان، لا نصيحه انا اعطيتها لنفسي. ايش يعني؟ لا من جد من جد خلاص ما يضحك. ايش النصيحه اللي طبقتها وفادتني؟ شوفوا في كلمه انا دائما اقولها لنفسي اذا جيت ابغى اسوي شيء بس كنت متردده، ايش هي؟ ما تهم نظرة الناس بقد نظرة النفسي تجاه هذا الشيء، يعني سواء أنا كنت بسوي هذا الشيء الكويس ولا مو كويس، نظرة النفسي قبل نظرة الناس. يعني أنا كيف حشوف نفسي في المستقبل؟ كيف جوجو الصغيرة كيف حتشوفني وأنا الآن؟ ما رح يهم صح؟ نظرة الناس إيش بتفرق طيب؟ قد إنه أنا الشخصية اللي حتفرق معايا، يمكن أنا أسوي هذا الشيء الغلط بس الشخصية هنا تختلف، فأنا هنا هل حستفدت من نظرة الناس؟ لا. انا هنا استفدت من نظرتي انا، عشان كذا قبل ما اسوي اي حاجه لازم افكر بيني وبين نفسي، هذا الشيء حينفع ولا لا؟ طيب هل انا في المستقبل ممكن اطالع هذا الشيء بشيء بنظره كويسه ولا لا؟ هذا الشيء اللي يفيد. اما اني انا اطالع اقول لا الناس ايش حيقولوا، الناس ايش حيسووا، ترى الناس تكلموا اليوم بكره يسحب عليك، فخلاص سوي الشيء اللي انت يعجبك مو اللي يعجب الناس. طيب كيف اوقف اقارن نفسي بالناس؟ هذا الشيء اللي مضايقني وما اقدر ارتاح بسببه. طيب شوفي استني بس ادور فرشة صغيرة دقيقة بس الاجراءات. ايوه انا ايش قفلت البيت ما ادري. كيف توقفي تقارني نفسك بالناس؟ يعني مثلا انت قارنتي نفسك بوحدة ناجحة، كيف توقفي انك تقارني نفسك فيها؟ اشتغل على نفسك. انت قاعد تقارني نفسك بشخصية مثلا ناجحة، طب انت لما تشتغل على نفسك يمكن تصير انت احسن منها اصلا، يمكن تقارني نفسك بحياة شخص متدمرة، يعني يمكن هو بس يظهر لك الشيء الكويس. ترى فعلا ترى مو اي شيء تشوفوه حقيقي، سواء في الواقع في الجوال مو شيء حقيقي، يعني يمكن اقرب الناس لكم شخصية وبينهم وبين نفسهم شخصية ثانية. فحاولوا انكم تكرروا جملة الاقتناع شيء لازم في النفس، انك انت تكون مقتنع بالشيء اللي عندك مو اللي عند الناس، لانه الناس تعبوا عشان يوصلوا لهذا الشيء، بادروا حاولوا، لكن انت ايش؟ جلست تقارن نفسك بس صح؟ جلست تقارن نفسك وتقولي انا ابغى اصير زيها، بس انت ما انت قاعد تسوي شيء، انت قاعد تطالع مثلا في الجوال قاعد تقولي انا ابغى اصير نفس هذه البنت. طب قومي اشتغلي على نفسك، قومي سوي الاشياء اللي انت ممكن توصلك للمراحل الكبيره، حاولي ما فيها شيء، حتى لو حاولتي وفشلتي حاولي مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه لين ما تحس ان انت خلاص. طيب هل في فرق بحياتك قبل الشهره وبعد؟ لما سلبيات وايجابيات الشهره؟ طيب شوفوا انا
ليش احس نفسي اسمها كابتشينو؟ هي مو شهرة يعني، نقول انه شخص معروف يعني. شوف انا ما احس انه في فرق انه قبل وبعد، بس انه الشيء اللي تغير انه ابغى اشارك الاشياء مع الناس. مثلا سويت شيء جديد ابغى اشاركه مع الناس، مع انه ترى هذا مو كل الاوقات يكون صح ان انا اشارك كل حاجة يعني، مو الاشياء الشخصية لا، الاشياء الجديدة اللي انا اسويها، لانه ترى مو الكل يحب الخير يعني، في ناس تحب الشر. بس انا صراحة احط الاشياء اللي انا احسها معقولة يعني وعادي، ما فيها شيء لو انا شاركتها مع الناس يعني. هذا الشيء حسيته تغير انه قبل وبعد، ان انا ممكن زدت الاشياء ان انا اشارككم حياتي. بس ايش السلبيات ايش الايجابيات؟ يلا نتكلم عنها. اول حاجة نسيت كل حاجة. طيب ايش السلبيات وايش الايجابيات؟ اولا السلبيات ممكن انه هي مو سلبية، انا احسها عادي انه مو الكل ممكن يحبك عادي يعني. في ناس ممكن تكرهك بدون سبب، في ناس ممكن تسبك بدون سبب، في ناس ممكن تكرهك اصلا وتحقد عليك بدون سبب. هذا الشيء اللي احسه شوي سلبي، انه انا ما اعرف الشخص هذا، ما اعرف حياته الشخصية اصلا عشان اقول انه هو كريه ومدري ايش. لكن ايش الايجابيات؟ الايجابيات انه خلاص انا وقت ما ابغى اتكلم اقدر اتكلم عادي، انه انا من الناس يعني حتى في الواقع احب اتكلم، احب اسولف، احب اجرب اشياء جديدة. فيوم يعني هذا شيء يعتبر ايجابي صراحة، انه انا اقدر اشارك هذه الاشياء بكل اريحية، خصوصا ان انا احس اني كني اعرفكم، ما اعرف ليش بس ما ادري ايش كني اعرفكم. بنت مرة ايش هذا؟ ما في اي جواب صريح. امي احس ممكن اجابها على هذا السؤال بعد سنتين او 3 سنين، اما الان احس انه لسه يبيلها تفكير. ايش الدولة اللي ابغى اسافر لها؟ انا ليش حطيت الاشياء وبس خلاص ما ابغى اسوي شيء؟ الدولة اللي ابغى اسافر لها احس بدي اسافر الاردن، الامارات، امريكا، ايش كمان، الدول العربية، قطر، الكويت، الاشياء هذه. صراحة انا عندي مصر مرة مرة ودي، اصلا يتابعني من اول يعرف ان مرة ودي اروح دبي ومصر. طيب ايش اصعب مرحلة دراسية مريت فيها؟ سنة سادس. لا حد ينصدم، بنات اللي قدي في عمري طيب ولحقوا على موضوع اللي سنة سادس حطوا لهم الاختبارات اللي حطوا لهم 60 سؤال وما ادري هذا الشيء، يعرف معناتي. تخيلوا انا كنت من سنة رابع لين سنة خامس الوضع كان طبيعي، متفوق جيد جدا، حق الدرجات هذيك حقت متفوق سادس بدت عندنا النسب. المهم انا لما اخترت الاختبار احس باختبار عادي، ما شلت هم ولا شيء. شوية كذا بنات اللي شفت نسبتي كم، هذا لما كنا في البحرين، تخيلوا طلعت النسب وانا في البحرين، خلاص انا في الاجازة وفرحانة وحرفيا كنا نازلين المسبح، طلعت نسبتي فجأة. بابا كان دوب صاحي من النوم، ماما دوبها كانت صاحي من النوم، يعني امنا الانفجار حيصير تصفيق على كيف. امزح صراحة يعني، سفلوا فيني بس مو تصفيق. طلعت نسبتي كم؟ 91. 91 على مواد يعني صراحة انا ما كنت افهم صراحة الرياضيات وهذا الاشياء، فاللي خسف نسبتي الرياضيات والتوحيد، استغفر الله، لا مسلم انا ولا. فالموضوع عدى، بس يا اني اكلت تسفيل من ماما لدرجة تخيلوا كل ما اروح مكان نروح فين؟ نروح الافينيو، ايوه الافينيوز. المهم نروح هناك، تخيلوا انا اكل وانا ابكي. وماما ما مدري عنها ايش بكيه كانت يعني، مرة شدتها صراحة، خلاص تسوكيت ترى كلها درجات الدنيا وكسر سادس يعني. الصراحة كان درس لي، لانه انا وبقلو من وقتها ما لسعت، كان انا اذا حنت لقوه نسبي. هل تتمنى يكون عندك اخت؟ شوفوا يمكن الناس اللي حولي دحين حسيت اني خلاص يعني ما احتاج انه يكون عندي اخت، يعني احس اني شوي مكتفيه يعني، كرم فيه اقدر اخلي اخت، اقدر اخلي اخو، ماما فيه، صحباتي فيه يعني. ما دحين شوف الفيديو تكبر خلاص صراحه، معلش كم لكم انت واسماء مع بعض؟ ايش رايكم اقول لكم من تعرفت على اسماء؟ تخيلوا كنا من ابتدائي تعرفنا، طيب من سنه خامس تقريبا كنا في نفس المدرسه، فكنا نشوف بعض من سنه رابع، وانا كنت اشوف شخصيتها مره ما شاء الله، اسماء ترى اجتماعيه بزياده، اسماء عادي تشوفكم مكان عام تجي تتعرف عليكم مره، فكانت كنت اشوف شخصيتها من مره اجتماعيه، كل ما عرفتها بنت رحت تتعرف عليها. ففي يوم من الايام في الصرفه، يوم من الايام من الصرفه تخيلوا اني كنت جالسه لحالي، وتدروا انه وقتها يعني انا كان المكياج ممنوع، فايش كنت اسوي؟ بنات لحد يطقطق علي طيب، فصراحه كان نفسي احط بريشر، بنات حطيت فيهم تقول ما اروح المدرسة على اساس انه قال لك تنت وما ادري ايش. اصلا يوم رحت كل البنات طالعوا يقولوا ايش بك جميله وجهك احمر، مايك صراحة تنت هذا تنت. انا انه هذا مو موضوعنا، نكمل موضوع اسماء، ايش دخلت في موضوع ثاني. فكنت جالسه وجات سالتني كذا ما ادري عن شيء، بعدين اخذت سنابي، وقتها كان عندي سناب بس كنت اتضارب في بنات المدرسه يعني، كنت اضيف بنات المدرسه اقول انت
انتي حماك كلبه وما ادري ايش. الظاهر ما صاحباتي اصلا حقيقيين في الجوال واروح المدرسه اسوي نفسي طبيعيه. المهم بس هذه القصه تعرفي مع اسماء. متى بدينا نتقابل انا واسماء؟ تخيلوا ان اسماء كانت عارفه ميلادي وما ادري كيف اخذت رقم ماما وكلمتها وجات البيت وسوت لي حفله. يما انا كان شعوري اللي ايش جاب هذا البيت، انا بس اشوفها في المدرسه كيف جات البيت. فجابت صحباتي كلهم البيت معانا. ايوه فصراحه اسماء يعني من الناس اللي من صحباتي اللي مره It's like my sister. هل قد تعرضت الموقف وكيف واجه موقف تنمر وكيف واجهتي؟ شوفوا انا ما اعتبرها تنمر، لان لو كان تنمر كان انا لين دحين في حاله نفسيه. بس تخيلوا بقول لكم القصه هذه اللي صارت في الابتدائي. من انا كنت سنه سادس والبنت كانت سنه رابع، يعني ما اعرف ايش البنت اللي انا يعني الان صراحه اكرهها. انه كنا طبيعيين مدري هي كانت تحارشنا يا اخي في الفسحه، واحنا قال لك سنه سادس اكبر ناس، اجلس مع صحباتي وخلاص حالي حال نفسي. الكنتور نشف شوف كيف ماي جاد. عادي كنا نمشي من ذا الكلام، مدري هي كانت تجي تدفتف وحركات شويه كذا تطور الوضع. ضرب لنا وهي في الصرفه واجت تقول روح انقلع يا سمره. برات والله مو قصدي تعنصر يعني، بس هي والله انه كانت سمره برضو، كانت اسمر مني كمان. فين سبايدر مان ينشر على نفسه يعني سمره تتنمر على واحده سمره ايش فيه؟ المهم انا وقتها ما اتذكر الا جا كف تصافقنا قام، وانا الحمد لله بنات المدرسه كلها كانت ورايا. تخيل كل متعافيات المدرسه كانوا وراي. مصفق بنات والله الحمد لله يا رب. نعمه القبول في الابتدائي كانت جدا عاليه، كانت المدرسه كلها كذا محازمي. اكثر شيء تفتقديه يوم تكوني مسافره او طالعه؟ شوفي اذا كنت مسافره حق او شو نبدا في المسافره، اذا كنت مسافره حق اسبوع اسبوعين هذا عادي احس اني ما افتقد شيء. بس زي زمان لما كنت صغيره مره زمان لما كنا نسافر كذا حق شهر شهر ونص، بنات اكثر شيء ورب الكعبه كنت افتقده بشكل محل الطعميه والشباتي اللي كان قريب من بيتنا. بنات هناك انا تخيلوا مشكله هناك ما في في الدوله اللي سافرناها فين اوروبا، ايوه اوروبا ما كان فيها شباتي ولا طعميه، من فين اطلع شباتي؟ ما في. اول ما رجعت قلت لبابا وديني محل الشبات. طيب هذه تقول تفكري تتقابلي او لا تتصوري مع يوتيوبرز؟ شوفوا انا من الناس اللي احس اني ما احب اخالط شخص مثلا انه انا ما اعرفه ولا اني احبه كذا، الا لو كنت عارفته كذا يعني اعرف قناته المحتوى يعني انا صراحه يهمني محتوى الشخص اللي انا حتصور معاه. المهم انا يهمني صراحة محتوى الشخص، لو أنا حطلع معاه زي كذا فعادي ما عندي مشكلة. أنا أتعرف على بنات يعني، أنا في بنات صراحة متعرف عليهم ومسين لبعض فلو، بس ما قد جربت أتقابل معاهم. تحمس لو تقابلت يعني، أنا ما عندي مشكلة صراحة. كيف نبدأ نحط حدود للناس؟ أعرف ناس دائما يتعدوا حدودهم أو حدودي وإذا علمتهم زعلوا. شوفي خليهم يزعلوا، إذا هم تعدوا الحدود خليهم يزعلوا. طيب ليش نخليهم يزعلوا؟ ليه مثلا ما إيش اسمه؟ دقيقة. طيب ليش ما لما نكلمه؟ شوفي انت من البداية اي شخص حسيت انه اتعدى حدوده معاكي عادي قولي له انت ترى ضايقتني في هذا الشيء، وانا مثلا هذا الموضوع ما احب احد يتكلم فيه معايا، يعني هذا الموضوع انا اعتبره شخصي. مثلا الشخص هذا لو كان من جد متفهم وما يبغى يزعلك خلاص ما عاد راح يتكلم في هذا الموضوع، لكن لو رجع عاد الموضوع هذا عارف انه هو اصلا مستقصد ضايقك. ايش قاعد اتكلم بصيغة المذكر؟ الزبدة هذا البلشر حق رير بيوتي مرة حلو بنات، شوفوا هذا درجة لوف. تتفقي انه الشخص وقت عصبيته كل كلامه حقيقي؟ الأحيان الشخص لو كان معصب من جد يطلع كلام غريب، بعض الأحيان تحسيه حقيقي، بس ممكن لا بعض الأحيان أشخاص يقولوا لك انه مثلا بعد ما تصير مضاربة كل شيء يقول ترى أنا هذا كلام كله قلته في لحظة غضب. فأنا صراحة ما أدري أصنف هذه الشخصيات من أي شخصية، لكن متى عارفين متى أقدر أميز الشخصية؟ أحس أقدر أميزها وقت الفلوس. والله بنات بعض الناس وقت الفلوس أحس تطلع شخصية غريبة، يا شخصية بخيلة أو طماعة أو شخصية ما أدري، بس في ناس من جد يتغيروا 180 درجة. شفت مقطع في تيك توك أول إيش يقول؟ وحدة سافرت مع صاحباتها، طيب تقول والله إن أنا كنت مصاحبتهم كم لها سنة، يمكن حق 10 سنين 7 سنين، تقول والله يوم رحت سافرت معاهم في السفر إنه حسيت إني لا ما أعرفهم من هذولا. يعني من جد أحس بعض الأحيان في شخصية تطلع من شخص مرة غريبة، وممكن لا كمان عارفين إيش وقت المواقف، في مواقف لما تكون أنت محتاجة هذا الشخص تطلع منه الشخصية الحقيقية بالضبط حقيقية. هل في مرة تخطيتي شيء وكيف؟ شوفي يعني طبيعي كلنا كده راح نتعرض لمواقف تخطي وهذه الأشياء،
بس شوف انا من الناس اللي اتخطى عادي، يعني اقدر اتخطى بس ما انسى، يعني ما انسى مثلا هذا الشخص ايش سوى، ما انسى الشخصيه بكبرها، ما انسى يعني اتذكر لا هذا الشخص قد سوى لي قد فعل لي، سواء كان شيء كويس ولا مو كويس، يعني للاسف ما ادري هذا صفه كويس ولا لا، بس اتذكر كل الشخص بجميع اشيائه. يعني مستحيل اني انسى شخص يعني كان معاي من قبل، يعني اقول يا الله والله نسيت مره، لا عادي اتذكر الشخص. كيف اترك التفكير الزايد؟ احتاج حد احد يتكلم عن الموضوع هذا. شوفي كيف تترك التفكير، شوفي هو عادي انك تفكر، يعني ما فيها حاجه انك تفكري على الشيء، ممكن تدوري له حلول، بس انه خلاص توقفي كل اشغالك وتوقفي انك تسوي اي حاجه بسبب هذا الموضوع، لا هنا غلط. كيف توقفي عن هذا الشيء؟ حاولي تشغلي نفسك، دوري لك اي شيء جديد تسويه. لو انك في هذه اللحظه مثلا فكرتي في هذا الشيء، قومي مثلا اتفرجي على مقطع وسوي اي حاجه، بنات والله حلو تركزوا في المقطع وتنسوا الشيء اللي قاعدين تفكروا فيه. انا زي كذا كل ما احس انه خلاص صوتي قاعد، اقصد عقلي قاعد يطلع صوت بشكل مره عالي، اقوم انا اشغل المقطع وخلاص احس انه انسى كل شيء. طيب لو في هدف تبي تسوينه قبل 2025، يا الله تدروا لما شفت هنا هذا حقت 2025 لاول مره حسيت انه كنا مكلجه، بس من جد حندخل 2025 متخيلين؟ احس السنين مره عدت، يعني امس كنا 2020، يا الله وقت كورونا. بدات احس نفسي اسوي لكم فلاش باك على 2020، كانت سنه صراحه مليئه بالانجازات بالنسبه لي، كنت احاول من جد، يا الله والله كيوت، كنت شخصيه والله من جد كنت احاول مره. المهم خلينا نجاوب على السؤال، بحط هذا البلاشر حق كيو ان داي، مره احب البلاشر هذا، درجه 10، مره ودي اوصل مليون في اليوتيوب، في اليوتيوب في التيك توك، هاي خلاص كلها اصلا قربت من المليون. في التيك توك وصلت كم؟ 600,000. انا شخصيه لا ارى احد، امزح والله ارى احد، بس انا مره ودي في اليوتيوب ادخل، بس سواء دخلت ولا ما دخلت لو كان عددنا 10 انا راضيه الحمد لله. يعني انا ما يهمني صراحه العدد قد ما يهمني الناس اللي يبقوا معايا. احس بالعكس مره حلو انه في ناس جديده تتعرف علي، بس تدروا تعودت انا على نوعيات المتابعين حقين اللي مره خلاص. ايش هذا؟ احس لازم اثبت اسوي كونتور ثاني، ما فرق شيء، راح البلاشر كله. زين مره ما يهمني صراحه، اهم شيء ان انتم تحبوني واكون معاكم دائما، هذا المهم. I am his and he is mine and he is him and I. ايش ودك تدخلي تخصص؟ بنات انا تخيلوا في السنوات اللي راحت كلها كذا كنت مخططه اقول ايش، انا اول ما ادخل الثانوي لو جاء انه المسارات وهذه الاشياء باختار صحة خلاص طب، انا ابغى اصير دكتورة. ما ادري ليش قبل فترة يمكن قبل شهرين ثلاثة فجأة كذا قلت كنسلت، ما ابغى اصير دكتورة. بنات حلمت حلم فجأة كذا يخوف شوية، انه كنت انا مع عمتي في مستشفى وكنا نعطي احد ابرة، طيب ف انا كنت اشوف نفس منظر الابرة وهي تدخل في نفس العرق، يا ربي لا صحيت من النوم ما في، ما راح اصير دكتوره. بس اصلا زمان كنت اتابع مسلسل ايش اسمه، نبضات قلب، صح اي نبضات قلب. بنات المسلسل كان شفت لو ما تحب ما يعني ما تحبوا شغل المستشفى هذا حيخليكم تعشقوا شيء اسمه طب، من كثر الحماس اللي يصير مره يجنن، لازم تتابعوه. هو مره اي حد بيصير دكتور من جد انصح يتفرج المسلسل. فانا اتوقع اني برجع اتفرج المسلسل مره ثانيه لانه الوضع لا يطاق. يا الله خشم صار اسود مع شغف، فجأة يبغاني اصير دكتورة، فجأة يباني اصير معلمة، وصلت لي اصير معلمة ما اعرف كيف. فللآن صراحة ما ادري، بس اقول لكم ايش حطيت الرغبات، حطيت اول رغبة ايش حطيت، والله نسيت كل رغبات اللي حطيتها، بس كنت حاطة ما ادري قانون الاشياء هذي عام، حطيت ثاني شيء حطيت ايوه حطيت اول شيء صحة بعدين عام بعدين قانون بعدين شرعي. صح، هل بتوقفي يوتيوب اذا صرتي في الجامعه او تخرجتي من الثانوي؟ شوفي كلها سنتين صراحه، فما ادري اذا تفكيري بيتغير ولا لا، بس انا حاليا اللي في بالي انه انا مره ودي لما اكون في الجامعه اسوي لكم فلوقات. تعرفوا ذاك الشعور اللي ابغى اصور فلوق واروح اخذ لي قهوه وادرس معاكم ونصور في الجامعه فلوق، يا الله يا بنات ما تحس مره حلو، مره احب انه كل ما اتخيل لحظه تخيلكم معايا، ما ادري ليش انا وانتم سوا يا رب. تكلم عن طريقتك لما تعلمت الميك اب. بنات شوفوا انا من انا وصغيره كنت اسرق مكياج ماما واسوي مكياج، فهي ما في طريقه معينه، الشاحن بيطفي. المهم بنات والله استمتعت وانا اسولف معاكم، اصلا نجاوب لين ما تطفي الكاميرا، بس بقول لكم من دحين مع السلامه، يلا.